يسعدني ويشرفني أن ألقي كلمة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي أو الخال كما كان يحب أن يطلق عليه. هذا التكريم هو تكريم من نوع خاص، لأنه في رحاب دار الأوبرا المصرية الذي يعتبر صرح من صروح الثقافة الشامخة ومركز إشعاع وتنوير، وقف أمام قوى الظلام والجهالة ليوصل الدور المنوط به للارتقاء بالمشاعر وصياغة الوجدان والحفاظ على التراث والفن الراقي. وحين يأتي ذكر الخال فبماذا أبدأ؟ هل بالشاعر أم بالغناء أم بالسيرة الهلالية أم الدراما التلفزيونية والسينمائية أم بالكتابة النثرية؟ الحديث عن الخال هو متعدد الأطراف والجوانب، فهو مشوار إبداع امتد على مدى نصف القرن لم يكن فيها شعر ولا ضمير. فكما كان يقول دائما: إن خنت الشعر مرة خانك إلى الأبد. ففي كلمة الأبنودي أو الخال، فاسمحوا لي أن أدع الأبنودي يتحدث عن نفسه. يقول الخال: أنا رجل مغموز في شعري، مؤمن به إيماناً بوجودي، فالشعر دائماً يأتي في المرتبة الأولى، وهو بالنسبة لي يعني الحياة، فقد أعطاني كل شيء، وأولاً وآخراً أعطاني محبة البشر في مصر والأمة العربية على اتساع الخرائط. فأنا من جيل تربى على فكرة امتزاج الأمة بالذات، هو جيل الستينيات، في زمن ارتفعت فيه أصوات حركات التحرر الوطني، زمن حقق انتصارات واضحة، لم يكن يعرف الفرق بين أن نغني لفلسطين أو نغني لفيتنام، ولم يكن معقولا تجاهل ما يتعرض له وينجزه الإنسان في العالم مهما تباعدت الأماكن. عاشق الأبنودي الشعر إلى حد التذلل، ولكن نصوصه الغنائية التي كتبها لكبار المطربين تعد علامة فارقة من علامات الغناء في مجال الأغنية الوطنية والشعبية والعاطفية، وتظل تجربته في الأغاني الوطنية من العلامات البارزة في عالم الغناء. وقد قال عبد الحليم حافظ إن الأبنودي رشاني بثلاث أغاني عاطفية، هي الهوى هوايا وأحضان الحبايب وأنا كل ما أقول التوبة، لأغني له الوطنيات.